بالفعل اجتماع تشاوري امس الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجيه دول تحالف دعم الشرعيه في اليمن بالرياض. والحقيقه ان المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه صرح ان وزراء الخارجيه الاربعه استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازيه الاخيره لقطر اللي بتستهدف تقويض مصالح الدول الاربعه وامنها القومي. والاربع وزراء اكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب ال 13 اللي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان اقامه علاقه طبيعيه معاه. وطبعا ناقشوا بقى بعض القضايا الاخرى مرتبطه بالامن القومي العربي، مواجهه محاولات التدخل في شؤون الدول العربيه من خارج الاقليم العربي وما الى ذلك. عايزه بس اقف هنا عند نقطه قطر، لانه البعض مننا بصراحة يعني، وأنا بقولها بالأمانة، أنا واحدة من الناس اللي كنت لغاية كام يوم فاتوا بقول إيه، الرباعي العربي ماشي حلو قوي، توحدنا على كلمة واحدة وتوحدنا على موقف واحد وقطعنا قطر اقتصاديا وقلنا قطر ودبلوماسيا وقلنا قطر كذا وكذا، وبعدين إيه اللي حصل؟ ولا فارق معاها حاجة. تعالوا بقى نشوف قطر فارق معاها بالورقة والقلم والأرقام ولا مش فارق معاها؟